بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيور فيت، أهلا بيكم في الحلقة 19 من البرنامج. الحلقة دي حلقة مهمة لأن إن شاء الله يكون فيها تعقيب على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين اللي كانت يوم الأربعاء اللي فات الموافق 26/8. بيشرفني إن يكون ضيفي في الحلقة دي عالم من علماء الطب البيطري، وله بصمات واضحة وله صولات وجولات في الطب البيطري، وله آثار كتيرة على وطلابه موجودين في الجمهورية كلها. أستاذي الأستاذ الدكتور مصطفى فايز، أستاذ علم الأدوية البيطرية بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس. برحب بيك، أهلا وسهلا يا دكتور مصطفى. أهلا دكتور حاتم، أبو الكرم والمدخل البهجة علينا دائما. الله يخليك، أهلا بيك ونورتنا في بيور فيت ونورت قناة الصحة والجمال كلها. الله يبارك فيك دكتور حاتم، بيه بهجات، متشكرين لانتمائك القوي للمهنة ومتشكرين لبيور فيت بدون شك. شكر لله، ده واجبنا نحو مهنتنا اللي احنا بنعتز بيها. ونحب دكتور مصطفى نعرف ندي المشاهدين فكرة عامة عن انتخابات النقابات بصفة عامة، او اهداف النقابات بصفة عامة الاول، علشان طبعا جمهورنا مش بس جمهور الاطباء البيطريين ولكن البيت المصري كله بقى يتابعنا، علشان مستني مننا صحة وسلامة الغذاء ويعرف هياكل ايه، وعاوز يطمن ياكل بروتين حيواني سليم صالح للسلاك الادمي، عاوز يعرف ازاي هيتعامل مع الحيوانات المنزلية البيت انيمالز اللي بيربيها في منزله، وعاوز يقي نفسه من الامراض اللي ممكن تتنقل له من الحيوانات المنزليه او من حيوانات المزرعه. فاحنا جمهورنا مش بس الاطباء البيطريين ولكن البيت المصري كله، او بمعنى اشمل البيت العربي كله. فيا ريت حضرتك كده ادينا فكره عن النقابات بصفه عامه والعمل فيها، وبعدين الانتخابات، وبعدين نبقى نخش بقى نشوف الاطباء البيطريين ونقيم ادائهم وسلوكهم اللي انا كنت شايفه مشرف في المره الاخيره يعني. هو فعلا كان مشرف، انما اللي حضرتك بتقوله هو يعني مهم جدا. النقابات بتكمل الكيانات وبتقوي الكيانات وبتحمي الكيانات، اي كيان كائن، وكيان مع كيان مع كيان بيكونوا الوطن. فالنقابات دي مسؤولة عن الوطن ومسؤولة عن المهن ومسؤولة عن تقوية المهنة من أجل الوطن. دي حاجة مهمة، حاجة مهمة. فأنت عندك حاجة مهمة جدا اللي هو كيان الأطباء البيطريين. كيان الأطباء البيطريين الأصل الأصيل في تقوية الاقتصاد، زيادة وتنمية الثروة الحيوانية، زيادة وتنمية الثروة السمكية، زيادة وتنمية الدواجن. بالاقتصاد ده، بسلامة الغذاء زي ما حضرتك قلت، وبسلامة صحة المواطن، تستطيع أن تعمل النقابات ما دام دي الأهداف بتاعتها، ودي أهداف نقابة الأطباء البيطريين. فمن المسؤول عن سلامة الغذاء؟ السلطة البيطرية التي درست هذا الكلام وعرفاه كويس وخدت 5 سنين في دراسة هذه العلوم. فلما يجي الطبيب البيطري في أي بلد من بلاد العالم يبقى مسؤول عن صحة وسلامة الغذاء من أصل حيواني، لابد أن يحمي بلده. هيحمي بلده بيحمي الثروة الحيوانية، ما يبقاش فيها الأمراض الوافدة تجتاحها. لو اجتاحت الأمراض البلاد بتقل الإيه؟ الاقتصاد. لو قل الاقتصاد تضعف البلاد، لأن ده أمن غذائي. هكذا في الدواجن، هل ينفع أن احنا الدواجن عملية اقتصادية؟ المسؤول الأول عن صحة الدواجن مع التربية المكثفة ومع التغير الذي حدث في العالم كله، بحيث ان انا ببقى مسؤول كطبيب بيطري عن 100,000 فرخة هطلعهم في شهر، انا الوحيد اللي في العنبر. يعني تخيل ان في حضانة فيها 20 عيل، يبقى مشكلة. فما بالك انا مسؤول عن عنبر فيه 10,000 كتكوت، وجنبي كده لو كتكوت واحد مريض بتنتقل الامراض. مسؤولية الطبيب البيطري الاقتصادية دي لابد أن يكون لها كيان. ففي كيان كبير اللي هو هيئة الخدمات البيطرية التابعة، أو هي تابعة لرئيس الوزراء على طول، بس هي جزء من وزارة الزراعة. هي صحيح هيئة مستقلة بس جزء من وزارة الزراعة، بيحمي وبيتكامل مع الهيئة دي
نقابة الأطباء البيطريين. ونقابة الأطباء البيطريين زي ما حضراتكم عارفين هي جزء من اتحاد الأطباء، واتحاد الأطباء يشمل الأطباء الصيادلة، اتحاد المهن الطبية، اتحاد المهن الطبية والأطباء البيطريين. طب معنى كده إيه؟ أن في قوة لكل كيان. كيان الأطباء بيدافع عن مين؟ عن حقوق الأطباء. كيان الصيادلة بيدافع عن حقوق الصيادلة وبيمكنهم منه. الأطباء الأسنان وكذلك كيان الأطباء البيطريين وكلهم في اتحاد المهن الطبية. هذه القوة كلها بتعمل كقوة وطنية مسؤولة عن سلامة وصحة العباد في أوطاننا وفي بلادنا. دي حاجة مهمة وكلهم يجب لنجاحهم المهني أن يتكاملوا مع بعضهم. ولنجاح الأطباء البيطريين المهني لابد أن يقووا أنفسهم، بيقووا أنفسهم بالنقابة، وبيقووا أنفسهم باتحاد الأطباء، وبيقووا أنفسهم بمجلس النقابة الأطباء البيطريين. زي ما حضرتك قلت كده يا دكتور حاتم إن حصل حراك شديد جدا، شبه إن كل الأطباء البيطريين المسؤولين راحوا الانتخابات. ما بيحصلش. إن ده معناه إيه؟ إن في انتماء وفي حب للمهنة وفي جمعية عمومية قادرة إنها تختار وقادرة إنها تغير. ما عجبهاش مصطفى فايز، خلاص متشكرين لمصطفى فايز. عجبها فلان الفلاني، هي اللي اختارته، بما إن هذا الاختيار هي اللي بتدفع بقى بالناس. طبعا الانتخابات كان فيها حاجة جميلة. اتفضل. هو بس انا خدت بالي من حاجه حضرتك قلتها، حضرتك قلت نقابه الصيادله تدافع عن حقوق الصيادله، ونقابه الاطباء تدافع عن حقوق الاطباء البيطريين. كل نقابه. وكما لو كنا ان احنا ايه بندافع، يعني في محامي او في حاجه مسلوبه وكلام من ده. بس احنا دلوقتي حضرتك قلت في الاول ان احنا ايه النقابه بتكمل الدور لخدمة المواطن اصلا. تمام ماشي، بتكمل دور الاطباء البيطريين في خدمة المواطنين، تاكلهم ازاي لحمة مضمونة. ماشي، يعني كان في قصيدة كده كانت طالبة عندنا في الكلية قالت ايه، من غيرنا بديتها كده، من غيرنا تاكلوا ازاي لحمة مضمونة، من غيرنا تكتشفوا ازاي فيروس كورونا. دلوقتي بقى من غيرنا تكتشفوا ازاي فاكسين لكورونا، اللقاح بتاع الكورونا، واللي اكتشفه طبيب بيطري روسيا عمره 32 سنة تخصص في علم الفيروسات. فدكتور احنا دلوقتي عاوزين نخش الاول، احنا الاول قبل ما نقول ندافع عن حقوقنا، لا احنا بنوضح دورنا الاول حتى اللي مش عارفه يعرفه. ماشي، واللي في بعض الناس يعني في طلبة كتير او بيخشوا الكلية في سنة اولى مكسوفين انه دخلوا طب بيطري. طب ازاي؟ فحتى البنت يا طالبة في سنة ثالثة عندي قالت ايه، يا طالب سنة اولى يا طالب سنة اولى اوعى تنكسف منها، ارفع راسك لفوق. صحيح ما اخترتهاش واللي جابني التنسيق، لكن لو رجع الزمن هختارها، لما وقفت هنا عرفت اقدرها. فاهمني؟ فهو دلوقتي قبل ما اقول ادافع الحقوق، لا انا الاول ابين دوري وابين فضلي وابين ازاي الطبيب البيطري في المجزر واقف يكشف على اللحوم ويشرح الغدد الليمفاوية ويشوف ايه السليم وايه المصاب عشان يتعدم. ماشي، وبتعامل مع جزارين معاهم سواطير ومعاه كده، بس عشان الناس تاكل لحمه مضمونه. طب البيطري بيعمل ايه؟ فده من منطلق اهميه الطب البيطري في صحه الغذاء للانسان. بعد ما الناس تعرف بقى الدور ده كده ويبقى واضح وجلي قدامهم، نقول بقى حقوقنا فين، بس هم يعرفوا الاول دورنا ايه. فايه راي حضرتك في كلام الدكتور حاتم بهجت؟ اكيد صح 100%، وهو اللي لازم نبتدي منه، يعني العطاء اولا. بس انا بوضح حاجة مهمة، ان الوطن او الخير اللي موجود كتير، احنا ما علينا غير ان احنا نتقن عملنا، ودي حاجة مهمة. سواء كان عملنا، بس قلنا العمل، الاصل في العمل هو الانتاج الحيواني، الاصل في العمل هو الطب الوقائي، يجي بعد الاصل دوا الطب العلاجي، وكله لرفاهية البلاد. دي حاجة مهمة. بس دائما لابد ان علمك يوظف، علم طلبتك يوظف. فانا عندي فعلا دلوقتي منتج اللي هو انا الطبيب البيطري، والمنتج دوا بصراحة عالي في كم المعلومات اللي عنده،
وقادر ويستطيع. من أحد وظائف النقابة أنها تسهل على الزملاء الأطباء البيطريين العمل وإمكانيات العمل وتوضح دورهم، يعني دائما في مزارع الإنتاج الحيواني سواء كإدارة أو إنتاج، الطبيب البيطري بينجح تماما. في الدواجن مفيش تربية دواجن غير من غير الزملاء الأطباء البيطريين. السلطة البيطرية في سلامة الغذاء بتؤمن غذاء، أي غذاء أكله هيحصل منه مشكلة الطبيب البيطري مسؤول عنه. لو في بقرة واحدة اتذبحت غلط أو فيها ضرن أو فيها بروسيلا، يبقى أنا عندي اللي هياكلوها حوالي 1000 واحد أو 100 أسرة، كل 100 أسرة في 5 أو أكتر من 100 أسرة، يبقى أنا عندي 500 مريض بالبروسيلا أو كذا. ده كله عشان طبيب البيطري اللي واقف في المجزر ده هو حارس على الصحة العامة، والطبيب البيطري حارس إن أنا ما يجليش من البروسيلا لبن. هذا الكلام مهم خلاص، فلابد إن يبقى في كيان بينظم هذا مع الهيئة وبيساعدها، مع هيئة إيه؟ الطب البيطري ومع وزارة الزراعة. النهارده بعد الكورونا الدنيا اتغيرت خالص، فلابد إن التعليم بيتغير، الوظائف بتتغير، التفكير التقليدي لابد انتقل كله. من أهمية النقابة إنها تواكب ده بسرعة. فاللي أنا عايز أقوله بقى في الحتة، لازم نرجع لموضوعنا الموضوع الأساسي بتاعنا اللي هو النقابات. إحنا لما نيجي نقول النقابات بتدافع عن الكيانات، ما هو برضو من أجل الوطن. طب لما نقول إن في انتخابات كانت قوية وكل الزملاء راحوا، يبقى ده إيمان منهم بالنقابة بتاعتهم وبدورهم، وإيمان بدورهم في الاختيار. فهم إذا كنا بنتكلم عن حاجة واحدة اللي هي انتخابات نقابة الأطباء البيطريين، وما ينطبق عليها ينطبق على انتخابات أي نقابة، مسؤوليتها التقدم بالمهنة بتاعتها، سواء تقدمت ثقافيا أهلا وسهلا، تعليميا أهلا وسهلا، علما أهلا وسهلا، اقتصاديا أهلا وسهلا، تقدمت اجتماعيا ورحلات ومعاشات ومسؤوليات عملتها، تقدمت إنها عملت كادر للأطباء زي سواء الأطباء البيطريين أو الأطباء عموما، لابد أن يبقى الكادر بيحميك عشان تؤدي عملك. فأنت أعمالك كثيرة كطبيب بيطري ومسؤولياتك كثيرة كطبيب بيطري لا يمكن أن تحصى، لأن في كل حتة أنت هتخش فيها، دخلت كإنتاج حيواني، دخلت كإنتاج دواجن، أنا هاكل منين إذا ما لقيتش مزرعة أرانب كويسة؟ هاكل منين اذا ما كانش فيه سمان وبط والبان وجبن وكل الكلام ده؟ ولا ده اعلى حاجه ده الصحه والجمال. الغذاء هو في الاخر خالص صحه، والصحه في الاخر خالص جمال وحلاوه، مفيش كلام يعني. اكيد ايوه، لان الصحه دي مردودها الجمال. لما ياكل حاجه عجباه كده وحلوه بتبسط، والابتسامه بتزود جماله. طب يا دكتور، راي حضرتك في الانتخابات اللي فاتت بقى؟ والله أنا يعني سعيد بيها وسعيد باختيارات الأطباء البيطريين الزملاء. أنا كنت أقصد قبل النتائج سلوك الناس، سلوك الأطباء البيطريين وتوافدهم وتغيير الميعاد من الجمعة للأربع، وهل جاب مردود؟ ولو عند حضرتك رقم لنسبة المشاركة؟ نسبة المشاركة أعلى ما تكون. يعني أنت تتخيل لما يبقى فيه في انتخابات الأطباء البيطريين أكتر من 10,000 طبيب بيطري بكثير راحوا للانتخابات وأدلوا بقصتهم في جميع المحافظات. تخيل إن جميع الأطباء البيطريين اختاروا بكامل إرادتهم وحريتهم النقيب بتاعهم، ده حاجة جميلة. والنقيب السابق برضو كان مختار من جميع جموع الأطباء. يعني في حراك في المهنة مطلوب فيه، وتنافس شريف من أجل هذا فليتنافس المتنافسون. والأطباء البيطريين والجمعية العمومية قادرة أن تفعل وتسير. عارف لما تحكمك إرادة الشعب، دي حاجة كويسة ولا لأ؟ وانت تحقق الإرادة دي يبقى كويس. مطلوب من الزملاء ومن النقيب المنتخب الجديد أن يحقق الطموحات والمكاسب المطلوبة من الزملاء الأطباء البيطريين على كل مستوى. دي حاجة تحدي، وتحدي رهيب. بس برضو علشان يبقى حضرتك عارف والزملاء كلهم عارفين، إن واضح إن الزملاء
الأطباء البيطريين اختاروا بعناية شديدة، لأن كان كل الزملاء المتقدمين لانتخاب نقيب الترشح كنقيب أطباء بيطريين، النقيب العام نقيب كلهم العام. بدون شك، وحضرتك عارف على أعلى مستوى، أعلى مستوى كقيادة كشخصية 15 واحد كعلم 15 واحد، ده دليل إيه؟ العام. انتماء وحب للمهنة 15 متقدم، وتحمل المسؤولية، ناس عاوزة تتحمل مسؤولية وعاوزة تفيد مهنتها وعاوزة تفيد وطنها. والأجمل أن أنت تحتار لما تيجي تختار، لدرجة أن النقيب الدكتور خالد سليم اللي هو فاز بمقعد النقابة، النقيب اللي بعديه الدكتور خالد أصوات مش كتيرة، خالد العمري يعني النقيب السابق خالد، والنقيب الحالي الدكتور خالد. والثالث كان مين يا دكتور لو الثالث في الغالب الدكتور عبد العزيز الجوهري، احد الزملاء الكرام العاليين، وبعد اللي فاهمين المهنه كويس جدا واللي ليهم رؤيه ليها. الدكتور خالد اتفضل. سؤال كان معايا اللقاء مع الدكتور محمد ابو سالم عميد كليه الطب البيطري السابق والمشرف العام على مركز اعداد القضاء بجامعه بنها حاليا، فكان معايا لقاء وكنت بقول له رايك ايه في النقيب القادم وكده، كان ايه زعف الحلقه اللي فاتت، فكان بيقول ان النقيب القادم لازم يكون مارس العمل النقابي قبل كده، مش لسه جاي اي كلام صحيح يعني. كلام صحيح صح. فجه الدكتور خالد سليم طبعا بنباركه طبعا بفوزه، كان نقيب اطباء بيطريين القاهره ماشي. هو مارس فعلا وهو نقول ايه عنده خبره كبيره قوي في العمل النقابي. الدكتور عبد العزيز الجوهري نفس الحكايه، مسك نقابات قبل كده. طبعا ده هو عضو مجلس نقابه وهو انا بوضح للساده المشاهدين يعني نقابه الاطباء البيطريين. ففي تنافس بين كل الشخصيات العاليه اللي تقدمت لتحمل المسؤوليه. لو رجعنا نكمل، الزملاء الاطباء البيطريين اختاروا الدكتور خالد سليم عشان السبب اللي حضرتك قلته، ان هو عنده خبره. في سبب كمان، ده هو رجل مالتي ناشونال، يعني خريج المدارس المالتي ناشونال، اقصد المالتي ناشونال الشركات الكبيره، هو من شركه فايزر، هو راجل استراتيجي فاهم كويس جدا يعني ايه مهنه، راجل اجتماعياته على اعلى مستوى، راجل قيادي يعني. فدي هتسهل له حاجات كتير، زائد ان هو نقابي في الاصل، شخصيه غير صداميه، ودي حاجه مهمه قوي يعني. دائما الناس اللي في شركات المالتي ناشونال دي يعني ما يخشش في عراك ملوش لازمه، يعني نقول مثلا ان هو دكتور خالد سليم القلب والسريره، سليم اختيار سليم وهو سليم القلب والسريره، بينما كان دكتور خالد العمري عامر قلبه بالايمان وكده مفيش شك الحقيقه. لا هو انت يعني بين ايه اختيارات قويه، و بص من اجمع عليه الناس يبقى لابد ان هو ايه يستحق يعني. أكيد. الدكتور خالد قبل بلاء حسن، الدكتور خالد العمري وأدى إلى حراك شديد جدا وأدى إلى نجاحات، والدكتور خالد سليم قدامه تحديات أكبر، بس أنا بعتقد هو رجل قادر على العمل في تيم وورك. يعني الحتة دي من أهم النقاط، أن أنت إذا كنت قائد لمكان أو نقيب لناس، اوعى أبدا تهمل أي حد، كل انت مسؤوليتك تستفيد من كل حد، انت مسؤوليتك توظف الامكانيات الكبيرة ل70,000 طبيب بيطري، انت وظيفتك مع زملائك الكرام ومع مجلس النقابة تصلح حاجات كتير او تؤدي الى التوجيه والاصلاح في حاجات كتير. التعليم البيطري عايز توجيه ولا عايز قفزة ولا بدون شك ان هو عايز. الاقتصاديات، المزارع، المشاكل بتاعت الاقتصاديات، كيف تعمل انت في الاقتصاد وتؤدي الى زيادة في الثروة السمكية والى زيادة في الثروة الداجنة عشان تتواكب مع اهداف البلاد، وعشان تتواكب مع الصعوبات اللي بتيجي كامن غذائي، ودي مسؤوليتك ومسؤولية مجلس النقابة، ولن تحقق هذه المسؤوليات غير بالتيم وورك. من غير التيم وورك لن ينجح أحد، ولن تحقق إلا بالتكنولوجيات المتقدمة وتوظيفها، وليس أكثر من التكنولوجيات المتقدمة في الإنتاج الحيواني. والحقيقة بنذكر للنقابة والزملاء في الفترة السابقة
التقدم التكنولوجي اللي حصل في النقابه، كل حاجه دلوقتي بقت مسيطر عليها تمام. الكترونيا ومسجله، سواء اسماء الاعضاء، سواء صندوق التكافل، سواء كل حاجه مسجله وبتخلص في النقابه في دقائق. وهذه وظيفه النقابات، خدمه الاعضاء وتقديم الدوله بصفه عامه، يعني برضو في المرور والرقم القومي تمام فيها كل التقدم وكده، يعني ان ده يبقى موجود في النقابة وفي نقابة الاطباء البيطريين بهذه الصورة، وان النقابة دلوقتي عاملة شبه يعني الحقيقة من الايام بتاع الدكتور خالد العمري، واكيد هتبقى افضل مع الدكتور خالد سليم اللي هو الجوب ديسكريبشن والعمل لخدمة جميع الزملاء الاطباء البيطريين، والا يعني الجمعية العمومية هتحدث تغيير اكبر. يا دكتور بس قبل ما نطلع فاصل بس عاوز اسال حضرتك سؤال، هل اختيار الاطباء البيطريين للدكتور خالد سليم، وان مثلا الدكتور خالد العمري مثلا ما فازش في السباق في الجوله دي، هل ده سبب ان هو ماسك طبعا عميد كليه طب بيطري القاهره فهم عاوزين واحد متفرغ للنقابه مثلا؟ هل ده ممكن يكون سبب؟ ولا يعني ده ممكن يكون سبب مثلا يقول لك مثلا ان هو يعني وقته بين الكليه وبين النقابة فكده عاوزين واحد متفرغ للنقابة، ده ممكن يعني في لا حضرتك؟ هو الـ 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 يعني الدكتور خالد العمري معالي النقيب ومعالي العميد أدى خدمات وعمل قفزة كويسة جدا في الطب البيطري وعمل حراك، إنما طموحاتي أنا كطبيب بيطري وطموحات الأطباء البيطريين بتكبر، فلنا أمل واعتقد انه في مكانه في الدكتور خالد السليم بامكانياته وبتاريخه وبشخصيته وبقدرته على عمل توافق وبقدرته ان هو يعمل تيم وورك وان هو راجل استراتيجي وبيقدر يستفيد من كل المواقف وله علاقات على اعلى مستوى، وده اختيارنا خلاص، اختيارنا ده نرجو ان هو ينجح. وعلى فكرة ده لا يمنع ان الدكتور خالد سليم معالي النقيب، ودي حتة مهمة جدا، هيقدر يستفيد من كل زميل كان مرشح للنقابة، لانه هو الزميل اللي ضحى بنفسه علشان، واولهم الدكتور خالد العمري النقيب السابق طبعاً. لان عنده قدرات اعلى مما يمكن حد طبعاً يتصور. طبعا عنده رصيد كبير من العمل النقابي والخبرة فيه. بنشكر الدكتور مصطفى فايز، وطبعا معانا مكمل معانا الفقرة، بس هنطلع فاصل ونرجع تاني علشان نشوف تقرير عن صحة وسلامة الغذاء مع دكتور محمد أحمد حسن جمعة. أعزائي المشاهدين خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة. أعزائي المشاهدين متابعي برنامج بيور فيت الذي يأتيكم على وقت صحة والجمال يوم الأحد في الثامنة مساء. النهاردة تاني لقاء لنا بالأستاذ الدكتور محمد أحمد حسن جمعة، رئيس قسم استاذ ورئيس قسم الرقابه الصحيه على لحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها والزيوت والدهون والبيض. برحب بيك دكتور محمد. يا اهلا وسهلا دكتور حاتم. المره اللي فاتت خدنا فكره عامه عن الايه، عن الاغذيه والغذاء واهميه الغذاء بالنسبه للانسان. الدكتور محمد قال لنا ان ده من اسباب السعاده للانسان هي الايه، هو الغذاء. النهارده عاوزين نشوف عمق تاني للغذاء علشان نعرف يكون غذائنا فعلا يكون دوائنا ويكون سر شفائنا مش سر شقائنا. فعشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، المعده بيت الداء وما ملا ابن ادم طعام شر من ايه، من بطن. فيا ريت لو هنمنا بطننا نملاها بطريقه سليمه، نملاها على السنه، ثلث الطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ونملاها صح، لان مش مهم بناكل الكميه قد ايه ولكن مهم بناكل النوعيه قد ايه. فيا ريت يا دكتور محمد تكلمنا كده عن الايه، او تقول لنا ما هو الغذاء الصحي للانسان. ببساطه شديده يا دكتور حاتم، الغذاء الصحي يتوفر فيه عنصرين رئيسيين. اولا يبقى خالي من مسببات الامراض، من اثنين يلبى حاجه الجسم من الاحتياجات الغذائيه. خالي من مسببات الامراض تعني ايه؟ تعني ان معقم؟ لا، اصل في ناس مفكره في الغذاء لازم يبقى معقم، ابدا. يكاد يكون في العالم كله مفيش حاجه اسمها غذاء معقب بالمعنى الحرفي للكلمه. بس انا بفرق هنا بين حاجتين، في ميكروبات ضاره للانسان، ميكروبات ممرضه تحدث امراض معينه للانسان، وفي ميكروبات تسبب فساد الغذاء. اولا الميكروبات اللي هي تعمل تسمم غذائي او ضاره للانسان ممنوع وجودها تماما في الغذاء،
وان وجد ميكروب واحد منها الغذاء يعني ارجع من الصلاحيه او سوء التخزين وكده. اه بالظبط، اللي هي الميكروبات اللي ممكن نقول بتعمل تسمم غذائي او امراض للغذاء. لو وجد ميكروب واحد في الغذاء فهذا الغذاء غير صالح للاستهلاك ويتم اعدامه. النوع بقى اللي عليه خلاف في العالم كله اللي هي الميكروبات اللي بتسبب فساد الاغذيه، اللي هي مش ممرضه للانسان ولكنها تسبب فساد الغذاء، يعني لو الانسان كلا ما يحصلوش حاجه. ولكن مش هياخد القيمه المطلوبه من بالظبط بالظبط. وهنا القانون سمح بيها لغايه كام؟ وما نتخضش من الرقم اللي انا هقوله. لو الغذاء يحتوي على مليون ميكروب لكل جرام فالغذاء امن من الناحيه الصحيه. أعزائي المشاهدين، في الحقيقة المعلومات السرية اللي عند ضيفي الأستاذ الدكتور مصطفى فايز خلتنا ما نقدرش نكمل الفيديو بتاع دكتور محمد أحمد على أساس إن احنا هنكمله المرة الجاية، فوقت الحلقة انتهى وداهمنا. ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفي العزيز أستاذي الأستاذ الدكتور مصطفى فايز، أستاذ علم الأدوية البيطرية بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس، على تشريفه ليا في البرنامج وعلى المعلومات السرية وعلى الخبرات العظيمة اللي هو نقلها لينا ولجموع الأطباء البيطريين في مصر، على وعد اللقاء ولقاءات تانية مع حضرته علشان نكمل سلسلة عن الدواء البيطري اللي هو تخصص سيادته. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجكم بيورفيت الذي يأتيكم كل يوم حد في الساعة 8:00 مساء. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.